السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الأعزاء. هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم. حليل وزيتش يغادر المنتخب المغربي، وما هو سبب مغادرة المنتخب المغربي؟ قام حليل وزيتش بمغادرة المنتخب المغربي، وذلك بعد تعيين طاقم طبي إسرائيلي، وانهالت على حليل وزيتش التعليقات الجميلة. كم أنت رائع يا حليل وزيتش، هذه هي الرجولة وتفتخر برجولتك وشخصيتك. ومنهم من قال هذه هي الشهامة والرجولة، الحق الحق. وانهالت التعليقات على حليل وزيتش تعليقات كتير جدا. بتوفيق إن شاء الله، وكده خبرنا خلص النهاردة. ما تنسوش تحطوا لنا لايك واشتراك. مع السلامة.